كلنا بتقاوم الحر ازاي؟ درجة الحرارة دي معصير قسم والله. حر نفس ليبيا بالضبط، رطوبة عالية. معرقين، ندوش الصبح ليه تو ندوش مرة تانية، اعمل شاور تاني يعني، كل شوية تعمل شاور. هذا الحر ما هذا حرارة على طول عندنا في أسوان أكثر من كده. هنا الحر يعني عادي، يعني ماخدين عليه. بالنسبة لي أنا متعود على الحرارة دي من بدري جدا، لأن في السودان الجو بيبقى أشد من هنا بكتير جدا، فأنا واخد على الجو ده يعني نظام طبيعي جدا يعني، فمفيش مشاكل خالص عندي. والله العظيم احنا ميتين في الجو ده، ميتين على الآخر يعني. ربنا معيق، المية متلجة جنبينا على طول. كل قد إيه ممكن تقعد تشرب؟ إيه؟ كل شوية، كل شوية عمال يشرب في مية، مفيش غيرها. تمام. بالنسبة لي أنا بشرب مية ساعة كتير بس، أنا ما بعملش أي حاجة تانية خالص، ما باكلش أي حاجة. لما بشرب مية ممكن أشرب مية كل دقيقتين ثلاثة بس، وأقعد في حتة لازم تبقى طراوة يعني كده قريب من الشجر أكتر حاجة. لازم مشروبات باردة، لازم مشروبات طاقة، ريد بول، بوم بوم، آيس كريم، لازم هذينا أساسيات في الحر، وأكتر شيء المية طبعا، المية الباردة. ما عسك احنا هنسيح في الحر ده، فلازم حاجه يعني تبقى معايا عصير قصب او ماي. بتحس ان الحر ممكن ياثر على شخصيتك او سلوكك؟ لا والله، لا شخصيتي تقعد ثابته سواء حر ولا مش حر عادي، بس هو الحر يضايق النفس، صح، يكتم على النفس، لكن شخصيتك ما لهاش علاقه. لا شخصيتك سواء حر سواء برد عادي، هي بتاثر على جسمي، لكن اسلوبي ما هنعمل ايه، قضاء وقدر. تبقى متعصب مثلا زياده، او تبقى في مواقف شخصيتك بتتغير؟ لا والله يعني انا كده اصلا عصب يعني في عادي يعني، ده الطبيعي يعني، مش شرط اصلا يعني. الحر مش مؤثر معايا في العصبيه والكلام ده، سواء مؤثر معايا جسديا. لا بصراحه انا وضعي طبيعي في كل الاوقات زي ما هو كده، انا ما بتنفس ولا اي حاجه. انا لازم نتعايش مع الجو اللي موجود دلوقتي، هو السنه دي كده والسنه اللي جايه ربنا يسهل. والله بصراحة بعض الأحيان يعني لحد إذا مريض يعني الجو الحر بكون معه صعب جدا، بالذات الناس اللي عندهم المصابين بالأمراض بتاع الأزمة. إحنا كده يعني تحت أي لحظة ممكن هو ماشي في الشارع أو في المواصلات بيخمى عليه. خلي واحد متوتر، فاهم، الجو صعب وكل شيء عرق، فعرق بقى معي.